إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كيف نتعامل مع القرآن؟ القرآن الكريم معجزة الله الخالدة، القرآن الكريم منهاج حياة، القرآن الكريم متجدد العطاء في كل زمان وفي كل مكان، وقد اكتمل، وباكتماله اكتمل الدين، في قوله تعالى في أوائل سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف نتعامل مع القرآن؟ نتعامل مع القرآن بالتزام أربعة أمور. الأمر الأول بملازمة القرآن الكريم تلاوة وتدبرا. نتعامل مع القرآن بملازمة التلاوة في رمضان تنشط الهمم، وشهر رمضان مدرسة تدريبية على فعل الخيرات والطاعات والقربات والباقيات الصالحات، لكن نرجو أن يكون هذا الخلق فينا متوارثا، أن يكون هذا الخلق فينا دائما. ملازمة تلاوة القرآن الكريم وملازمة تدبر القرآن الكريم. قال ربنا في سورة محمد الآية 24: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نتدبر قصص القرآن وهي من أحسن القصص، وهي أحسن القصص. نتدبر قصص النبيين والمرسلين وقصص الأقوام، الأقوام السابقة. نقرأ القرآن قراءة اعتبار، نتدبره، نجتهد في إدراك أحكامه ومقاصده وأسراره وفهم معانيه، ففهمناها سليمان. الأمر الثاني خدمة القرآن الكريم، والخدمة تكون بأمرين اثنين: أولهما بتعلم علوم القرآن التي تخدم القرآن، علم التجويد، علم المكي والمدني، علم المحكم والمتشابه، علم التفسير، علم الناسخ والمنسوخ. هذه بعض العلوم الخادمة للقرآن، فنخدم القرآن بتعلم هذه العلوم، ونخدم القرآن أيضا بتعلمه وتعليمه. لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. نتعامل القرآن بالأمر الثالث، ويتمثل هذا الأمر بالتزام أحكام الشريعة، بالتزام الأحكام الواردة في القرآن. وقد قال ربنا عز وجل في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن هذا القرآن في سورة الإسراء الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي سورة الجن في الآيتين الأولى والثانية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به ولن نشرك بربنا أحدا. إذن نتعامل مع القرآن بالتزام أحكامه وتشريعاته في جميع المجالات، في مجال العبادات وفي مجال المعاملات بجميع ميادينها، في المجال الميدان الاجتماعي والميدان الأسري، في المجال الاقتصادي، في جميع المجالات، لأن القرآن يضبط حركة الإنسان في جميع المجالات. ونتعامل مع القرآن بالأمر الرابع، ويتمثل في التزام أخلاقه. أخلاق القرآن هي التي تجمل حياتنا، هي التي ترفع أقدارنا، هي التي تجعلنا نبني حضارة في هذه الدنيا، نبني حضارة تسعد الناس ولا تشقيهم، تزرع الأمن والأمان ولا تزرع الحرب والفتنة، حضارة تحمي حقوق الإنسان، حضارة لا طغيان فيها، حضارة ترجمها الله عز وجل في سورة الحجرات في الآية 13: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حضارة ترعى كرامة الإنسان، والقرآن يعترف بكرامة الإنسان وكرامته في آدميته. قال ربنا في سورة الإسراء الآية 82: ولقد كرمنا بني آدم. القرآن هو الذي يعلمنا الإعمار، ويعلمنا كيف نحقق مقتضيات الاستخلاف في هذه الحياة. إذن نتعلم أخلاق القرآن، نتعلم الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، في سورة النساء الآية 58. حفظ الأمانة والكرم والصبر والحياة، جميع القيم التي تجمل حياتنا وترفع أقدارنا، بها نبني حضارتنا. عقلاء الدنيا من كبار علماء الغرب يقولون أن الحضارة المعاصرة قدمت الخير الكثير للبشرية في المجال الفلك، في المجال التكنولوجي، في جميع العلوم والمعارف. صحيح، ولكنها طغت وتجبرت ودمرت إنسانية الإنسان. عقلاء الغرب يدقون ناقوس الخطر، وهم يعلمون علم اليقين أن هذه البشرية لا حياة لها إلا بدين. وصدق الله إذ يقول في حق مصطفاه صلى الله عليه وسلم في سورة الأنبياء الآية 107: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عن نفسه: أنا الرحمة المهداة. هذا الذي يجب علينا أن نتصدى له تبرئة لذممنا أمام الله، وإقامة للحجة أمام الناس. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وسائر الطاعات والقربات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. استووا استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.